خلينا بقى نتكلم خلاص عن مباراه الزمالك والاتحاد الجوله الثالثه من ضمن 5 مباريات في نهائي كاس مصر لكره السله. فوز نادي الزمالك على نادي الاتحاد بنتيجه 74-69، ليكون كده لقاءين لصالح نادي الزمالك مقابل لقاء وحيد للاتحاد السكندري. ابتدت الجوله الاولى فيما بينهما بفوز نادي الاتحاد السكندري بنتيجه 83-56، وبعد كده استطاع نادي الزمالك في الجوله الثانيه ان يقتنصها بنتيجه 80-70، وفي اللقاء اليوم انتهى بفوز نادي الزمالك 74-69 في مباراه كانت قويه جدا جدا، ماشيه بوينت بنقطه بنقطه، يمكن بيست اوف 5 طبعا في نهائي دوري كره السله. خلينا نقول دي الجوله الثالثه، باقي جولتين يمكن مباريات رائعه بنشوفها، متعه غير عاديه بنشوفها في مباراه الاتحاد والزمالك والزمالك والاتحاد.